الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الأوفياء وبعد مقعيدا سنة يشيع خوارج قدري جهمي الأل سكوتو طوب وحمقعه والنبي محمد ينقوه ومقعيدا أن مكشره وحو إله ينبحينا مكشره ما أنزل الله بها من سلطان نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه وحوله إن المسلمين نهي ما عدد كلو يقان إسلامه ومسلمين معبود كان عابدنا والله وحده لا شريك له مرسل كان الله صادرين ومحمد أزكى الصلاة وأنم السلام عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء منهج كنود جسنا إن كُرَّقنا لربنا ودينك إلهي النوسو ديبي مرسل كنا راسه دري محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وآله حدبا مقعيدا أو دن مركز ساسين معنا كل هين وحكلي إلهي كادون يوحاوي منهج كأكوسو دجيي إن الإيمان ستو أضرميسو دبادينا أد كُرَّقنتو وحكلي قيامك هوري الله وإنتا إلهي كمئ دهايو ما صنع دهايد مشيعة هيد مفلان بعض هيد من كوران مهيب صح يا خلط وحقفك اللجوم ميزاما إنه دينك إلهي سودي بيكرن شيء أو آمني كنات دغمي وحكلية كوريا لا أي كاس وحكوت راح يوم القيامة لأن ما قاعدة من سياسة اللو اللي في وحيا رب بدن وحق وحيا رب بدن وسياسة أو بعض إلى بالسكوت دراي لأن ما قاعد لو بحيي لا يهمك يا عبد المؤمن مرك هل كلك يعني مقعيدا هل كلك إيمانين قاب كيكبحين مقعيدا وحي كبحين نبي جن مرك وفادي صلى الله وسلم وبارك عليه وحي كدم بيجي خلاف باب اللوذي ما أنت أجري ولا لف تدون خلاف باب اللوذي دبده إن خلافك ترتيب ترتيب أي أكر ده يجي أكب عيجي أوينان يجي أقنجار يجي دبده إن مقع حل مرة إسكب حيمتشروا مالن سبوها مالن كلا سبوها مالن كلا سبوها لأنه ويترد ديران إسا جانس كون وكيران يا هدي الله هلقا شاكيو أو هلا فين دي عليو هيرارك أم مري أو إدل أردما استران نوحي نقون إسا دي إن دلقاء الله يشو إن إسا عرب بدن لفلين قيو لكن مركان سيقودو دو دومنو خلافك سنة إيا شيعة أووين لبدا فرقة وحي دحمري markii laga hadlo wax raagay ee randiiska noqday baa laga hadlaya kaasna wuxuu ku bilowday aasaasiyadkiisa oo rabaa dadka inaan uga faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed gabdha iyo wiilal ee sunnana maqlay shiicana maqlay dabadeedna aqoon aan u lahayn farqiga u dhaxeeyo ee lagu sunoobi karo ama lagu shiicoobi karo waxaan si cadaalad raba maanta inaan u tibaaxo mawaaqifta la isku khilaafay ee ninkii shuruudaha buuxiyana uu shiica noqon ninkii taab buuxiyana oo sunni noqonayo inaanu cadeeyo aniga wali ba aan hal dhinac ka rarayn oo mabda aan aaminsanahay kaliya ma aha waxaan maanta ku hadlayaa anigu ee waxaan ka hadlayaa xaqiiqada taala ee meesha jirta bas ayaan taabanayaa qoladaas saxan iyo qoladaas khald ana ma aha laakiin waa baabu tacliim waxaan sheegayaa nuqdatul khilaf baan u jeedaa dibicda khilaafka tahay meesha taala ayaan taabanayaa aniga oo u eexanaynin manhajkayga aan u eexanaynin waayo waxaan cadeynayaa kaliya dadba wax baraya waa afar mas'alo afarta ugu waaweyn ee sunno iyo shiico ay isku khilaafeen four weeye afarta mas'alo midba ugu weyn oo ah rafise gundhig madaxdhig midba afarta u sii ah saddexda kala way ka khatar yar yihiin markii mid aan loo eego وحاب الله أوران كرا صد حضوا وحي كسي فرعمين تاسا مركب بركو الله أوران كرا هدان صد حضا أفر تاكو تريو ومسالة الإمامة إمام يا نغن كرا بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه هجانك أمضي يا قبن خليفة الإسلام يا قبن نبي قداشي مسألة دا وإسو خلافسين سنة وشيعة مسألة الله بعد اللي سو خلافي وحاوي دحالك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه aya yana la isku khilaafsan yahay halka ay sunna qabaan wixii uu nabiga ka tagay sadaqadkii ahaa si gaar ah gabadhiisa Fatima Saare oo ma dhaxlayso adeerkii Abbas oo ma dhaxlahayo hanti dawladda dawladdu haysay noqonaysa halka ay shiicadu qabtay
way dhaxlaysa faadumo rasuul oo farciisa oo caruurtiisa oo gabadhiisa way dhaxlaysa dulmi baa lagu dilay qabaan ayagu mas'alada saddexaad waa mas'alatu al-ismah 12 imaam oo imaam cali ugu horeeyo aalubayda mahdiyul muntadarna ugu dambeeyo 12 kuba inay macsuumi yihiin oo khald ka dhacaynin sida nabiga oo kale ayay qabaan shiicadu halka sunniga qabaana inay macsuumin ahayn مسألة أفراد ومسألة عدالة الصحابة أصحابته شيعة وحي كقبان إن يسن أهين عدالة كل جود مرافقين أي كجرتو صحاب صحة أي كجيران كوا الصحابة مسلمة لكن جائرين أي كبوحان بي قبان حلق أي سنة قبت كلهم عدول وحكستو كرد عبا اجتهاد بها يأجر بكيليان يعني. أفرتا مسألة إيا قندقوا خلاف كسنة إيا شيعة أن كعريو ومسألة هجانك إحلق بشدة madaxweynaha ugu sareeyo prime ministerka wadanka maamulaya muslimiinta number 1 weey number 2 mas'alada dhaxalka la yiraahdo ee nabiga in xantiisa la dhaxli karin inaan la dhaxli karin oo xanti bulshada u dhaxaysay noqon number 3 in ay tahay mas'alada leedahay macsuumiin aaymada aalu baytki inay yihiin mas'alada saddex afraad waa mas'alatu cadaalatu saxaaba hadaan yar falanqeeyo mas'aladan hoggaan qabashada ah ee ugu weyn anigu waxaan u bixiyay magac baan u bixiyay المسألة هي المسائل والعلة هي العلل علدو أيضا علوين كتر شيء مسألة أيضا مسائل كتر شيء أيضا هو يقول غفر عمي مسألة مركة وحن كهلا يا إمام لماذا هجانك حلق بشرو وحي سنك قبطه يا وحي شيعك قبطه أيان سيب جد أدل استغيا المسألة وحى أي قبان أهل السنة والجماعة النبي مركو دنتي وح روحه أدر دارمي مشيرو مسألة وانتخاب ama waa doorasho ka imaanaysa bulshada kolba ninkay u arkaan inuu u mudan yahay in loo dhiibo xilka ayaa loo dhiibi quraanna ma sheegin madaxweynaha muslimiinta maamuli nabiga gadaashii axadiith rasuulna ma sheegin oo sariix ah oo ku cad laga qaateen iyo kinaayo mooyeen saadarteed waa mas'ala u khuduucayso waxa loo yaqaan intixaab doorasho ama shura inay muslimiintu tashato ayay sunnigu arkaan لا أبو بكر بان لما قعابين بي قبان ولا عمر بان لما قعابين ولا عثمان بان لما قعابين ولا علي بان لما قعابين بي سنو قبان حديث صريح كو ألغم ما قعابين لغا قاتين موين لأن كل مسلمين تحل لغا جوكتور ننك أي كو إجماعان إنو مدحويني مسلم كي يهي وجب داعته بي قبان سادرت أبو بكر صديق بي مسلمين تو كو دورتين ثم عمر بي دورتين ثم عثمان بي دورتين ثم علي بي دورتين أفرتا خلفاء عدالة إسكو حكتو سيدا ننك أقاتو مسألة و أهل السنة والجماعة النقنية وحسنا لغو نغضو عن مسألة هل كأي شيعة قبان مسألة دورشا ماءها انتخاب ماءها شورا ماءها إنك إنا مبهنو مجال فكري أنه مفرّة الله سوى مقعابا يهجانك ثم مستفيس محمد أبو أسو ديبيا ثم إنك إنو الشيقيا لأن مسألة مسألة خيار كأنك كورا ماءها عد الله سوى مقعابا ninkii diidaana uu gaaloobayaa sida soomka iyo salaada iyo xajka iyo zakada ilaahay uu u soo magacaabay ee nabi maxamed ugu soo dhiibay nabi maxamedna inoogu soo gudbiyay ninkii dafira mid kamid soon iyo salaad iyo zako si uu gaaloobayo tan loo gaaloobi waayo waxay ku leeyihiin salaada khiyaar kama furna in laga shuureeyo oo laga doodo saa darteed hoggaankana khiyaar kama furna allah soo magacaabay mustafa uu soo dhiibay wuuna magacaabay bay qabaan oo ابن عمه علي ابن ابي طالب والرسول كو ادر دار مي ليهن او كو لا سو مغعابه وريكتو علي بن ابي طالب اوغو هوريو 12 مدحوينه او هوغان او علي بن ابي طالب اوغو هوريو 12 كا محمد المهدي المنتظر نا اوغو دمبيو او هدا 12 ايسا كو دنتين مهدينا لا سوغهايو 12 كاس ايا الهي سو مغعابي مصطفى او سو ديباي ayaga ninkan aaminina muslim ma aha bay qabaan halkaabay marka dadka ku gaalayaan oo saxaabta khadka laga saaray oo laleeyay Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman iyo saxaabti wax la kaanbay garaysayba way gaaloobeen bay qabaan maadaama oo rukni diinta islaam kamida ay diideen oo hoggaanka aaymada ahlu baytka maadaama ay diideen halkaas ka gaaloobeen bay qabaan mas'alada saxaabta lagu gaalayaan waa ayada mas'alada masaa'ilka dhashayna waa ayada علل علوين كتشينا وأيضا لبي يتمن كإمام أمبارا معصومين أبي ليهن مركا سحابة مرشي عدالة دركوا النقدين وحلكا مركا إن الله سدح لمسألة وطنع يخضو عيسى وحقيق
أصحاب تلك عدالة كبيرين وحال كاسي كليين أصحابتي أبو بكر عمر لك من قريسي عدالة كبيرين أصحابتي وحال كعدالة من قنيان الله يتون كنا ومعصومين إلى عشان ونخلدمينين وسيد النبي من هاد كيراي أسوأ دري كسر عضو وطا مركا هل كي أي كدر الشريع الله يتون كان وإيك كينا الله يتون كاس وحيك كينا هرت هجانك علي بن عبد الله إنه قبنا يو حديث بأدليش دان دورة حديث كأقوين أي شيء عدليش تو مسلم كان ويا قرآن لفتيسة محمد جدا مسلم سنة كان ويا قرآن حديث كو إنه السجن يه سنة أي شيء عوالس كور رعسين يه حديث كنا وحوي مسلم بكويا لا من كنت مولاه فهذا علي مولى حديث الإله هوي أما فعلي مولاه الروايات كسر مقص أراري من كنت مولاه فهذا علي مولاه نبي جأي يلي حاج كأقول دم بيجو حجيو حاجة الوداع لو يقانو مركو كسو اللابتي مكة المدينة كسو سعودو سيدية تبانك بيشة دي الحجانة اي تهي ميل غدير الخوم لي لهذا او بل بيود ودر جيدا لو كينا وهود كا يوسحابت اسكو تشوكي او اسكو عليي مركاسو علي قعانتا قبطي مركاسو وحوري ننكان كمزولة علي با كمزولة من كنت مولاه معنى كستبع الله سيئ ارقا مولاه ونبي عبري مسألة وطاء شعاد أركان مركا وعلى مسار يضوبد يحل وريجين نبيك وعلي كو وريجي مسؤولية اللوسو ديبي عالي مقعاو أهيد ومقعابي بيقبان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته آيات داسا مركا سودك تبي قبان أجاو سيقبان بانك هاليا دينا النبي وحل لغوسو ديبي دادك قارسي وعالي هو قاني مدي سأ بيقبان دينا النبي وو قارسي بيقبان وحديدك حديث كلا بعض السنة يا شعب اسكوا فقصين الله بيجي طبعاً هو جان إني كذا النبي إنه شعب السنة دون قبان شيعة دون قبان النبي إنه يري دين كسيولي ما يعزيز إنه يهاي أذك أنت اللي به هو جان حلك الله بيجي طبعاً أي حلك هيا نقوله قطع شيء ما عندهنتو إلى قيام الساعة الله بيجي طبعاً هو جان بعدين صار مريدهنتو وعدالة يومكم مع مشو دين كان عزيزه حديث كاسي مسلم كأيقيا لا صحيح مسلم سنة وشيعة لا تضر فين ووكان صحيح حديث كان لك واحد دليل شدان شيء عبد حديث كاس أولين حاجة تراضنا حديث كاس أود دليل شدان حاجة ما عابدنا نمبر ون حديث كاس علي بيود دليل شدان ده بدأ ينا لكن السنة كم وافق سنة الله بيجي طبعا كائن والنبي ما عابه هبل يهبل 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 يري هل كأي شيء علي ده علي يا حسن يا حسين يا زين العابدين يا أي وضع مرسين يان علي فرع عيسى يدود كيسو حكافر عمي لكن تراضا ولا سكوا فقصين هي الله بيجي تمن هجان إن يحلك القوانين سنة وشيعة ولا سكوا عسين النبي قداش إنه إنه شيء واحد لسوا خلافين يا واحد تاعي النبي والله بيجي طبعا كا أهل البيت كان سيجار ومشيجين أبو بكر عمر سيجار ومشيجين وما ما قعابنا وأبو بكر ما أورانين وعمر وعثمان وعلي سوا ما أورانين مطهين النبي هو علي يوحي كفر عمان مطهين لكن الله بيجي طبعا بحيل قوان دونته وعدالكم عمل دونته بس يجري مشيجين الناس كل حجان مشيجين وضربوا كلا دحين دونه يسنوا قبان شيعان وحي إليهم مرحضة تراضينا لقرتين تراضوا وحقاً دعام بي إليهم أول الدلمي وعلي ونبي أمك عبي اللمبر ويهي دي أنه الخلافة انتزي عدمي يدي علي غصباً بي قبان قعنت علي بي حوق لكسي بي أو بكري عمر با كسي بي دي أنه ذرية دي علي أو دن نصاسي كورت آفتي سنوا مركا منهج يدردارن كنبي قوي كبيرين بي قبان هل كاسوي مركا دليل هذا يعكس كذا قوى يقوى كلوية لكن هالكاس هو وين؟ وهذا سلوك مركا لبيه طبعاً كي هذا السقوى فقسيه هالكي أي بدن به سلوك وحي قبان ترهان ما دام السقوى فقسيه هاي وحي إليه كل بكي حل قبته عدالة موجية القرآن قدرت كقول دقه يعني ترى ذكوب بحنينا مركا وحي إليه مركي تاريخ الدبل الله راعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عدالة بكم أمري عمر عدالة بكم أمري عثمان عدالة بكم أمري علي عدالة بكم أمري أفرتا وحي قبان ورتا ولا هي الشروط وي بوخيين بي قبان يوم حق ما دام النبي اونا مغاابين نيك شروط بوخيبا وحن كل تيرد بان كدرينا ثم حدنا وحي كدران او كليتو سنغا ان عمر بن عبد العزيز ريبن ومي عمر بن عبد العزيز بي كسو قاتان شان با هلكا كجيرتو وحا كلي قار كدران ان كسي خلافه يس يريد الامام حسن بن علي المجتبى سبط محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وابيه علي كخي خيلكا او لخ بلود هيي أسنان لحظة عدالة بها بقبان وخليفة الإسلام مركة أفرت خلفاء هي سيدنا الحسن وشن سيدنا عمر بن عبد العزيز واللح لحظة سيأدونك ويصام مرتبة قبان سنه وعدالة بمامولين سكمان حيقين
شنتنا اسكو حكته حسن يا علي يا عثمان يا عمر يا ابو بكر با اسكو حكته ودداسا عمرنا ريبن اميو دخودا كسو بخيو عدالتها لخدا وين سومرين لخدا كلنا وحي ليين وانو سوغينا الى قيام الساعه وين امام بيليين كربا مركي ادونكو تاريخ لا جوغو خليف نيك نوقدا او هوغان نوقدا او مدحوينا نوقدا عدالتنا كو حكما ددكا تيردي با لاغو داري مادام النبي مغعيو شيغين بيليين عدالتي بس انا وفيرسانينا halkaas ay sunnigu qabaan walow sunniga qaar sida wahabiism ka kale ibnu taymiya reban uma yuko wada buuxiya tiradaas markuu xasan ka soo dhaadhaco wuxuu ku darayaa muawiya yazeed wuxuu ku darayaa abdulmalik bin marwan iyo awladiisii u dhalay afartay xilka wada qabtay halkaas marka sunnigu xoogiisu ma qabaan inay jaa'iriin ahaayeen oo mujrimiin ahaayeen buu sunnigu qabaa wayna cadaalad ahayn laakiin ibnu taymiya asagu xataa wuxuu leeyahay khilaafatu yazeed يا رجل لم يتكون حتى تورات بالوسي بشاري والله سير شيء يبغى قبائل إني دين تعزي وذي يبغى قبائل يجو وأمويين تأيي تغيرسين بعدها فكر أموي أكده حجوها لكن سنة حب يسمى قبائل سيدا لكن تيم كان سلف فيه وهابي زمكا أيوه ربنا أمي كده كان ملحد الإسلام كإنا هايان سيدا إمل تيمية وقرا يأسو مركا إن سكوس ضدوبة ترضى ولا سلوك قلي هاي لكن هبل يهبل يهبل إسلام أقرأ sunnadu ma qabto sida ay shiiaca qabaan marka mas'alada imaamnimadu waa mas'aladaas ha halkaas waxa ay u qabaan san hore u sheegney afkaartida maanta kama duulayaan oo kaliya khilaafka jira ayaan taaban si loo ogaado basa muhiimku sida weey waa sax iyo waa khaladna kama hadlaya maanta shiiaca waxay qabaan 12 ka hore markay tageen imaamul mahdiga ku xigo oo dhashay uuna jooga hadda oo waxay qabaan xasan al-askari baa dhalayba muddo hadda aad u fog oo 700 sano dhan qiyaasi imika wali ma xisaabinay laakiin eeriyada dhan hadeena ka badnayn baa ma wax yar ka yar ama wax yar ka badan ayuuba adduunka joogaa bay qabaan mahdigu waa nool yahay si in direct oo dadban dalka u xukuma wilaayatul faqiha la kulmo ayatullah yaasha asaga la kulmo oo u soo dhiiba ayaga marka warkiisa dadka u sheego wakiil bay ka yihiin ayaa weelo la kulmaan marka barkood bay qabaan ba dena uu nool yahay uu joogaa bay qabaan sunnadu waxay ku waafaqsan tahay mahdiga inuu iimaan doono cadaaladna yahay ninki raacana xaq yahay ninki diidana baadil yahay laakiin inuu nool yahay ma qabaan inuu waaga dhashay ma qabaan inuu hadda jira ma qabaan inuu iimaan doono bas ay qabaan mahdiga inuu cadaalad keeni doono oo iimaan doono aakhiru zamanka oo nabiga uu magacaabay sunna iyo shiiaca wala isku waafaqsan yahay iyadu laakiin tusaalaha laga bixinayo iyo uu joogaa iyo waxyaalo badan oo shacabku ku dareen bay sunnadu ku diidan yihiin marka kaliya waxay ku waafaqsan yihiin inuu jira mahdi duriyada mustafa yahay duriyada xasan iyo xuseen ka farcantay yahay duriyatu al-ali yahay aakhiru zamanka iimaan doono cadaalad adduunku maamuli doono inta jawr laga buuxiyay kadib inuu asagu cadaalad keeni doono muttafaqun alayhi baa lagu yahay lada tarafayni sunnatan wa shiicatan muttafaq baa lagu yahay taas laakiin waxay la dheeriyihiin kii ka yutalaad markuu dhintay kadib asagaa dhashay dana uu isqariyey ما وراء أستار ده حقي سدم ودلك كحكم أبي أيوة قبان تانا سنو ما قبان سكونه مركز مسائل كي كلكوس وصعود أرت مسألة الإمامة وعينك دخلك وحي سو خلافين إن لا دخل كري إن لا دخل كري نهري ما أنت وحنوس وشيء كما الله هي كلية أنا أفكار تيدا سيد أنا من سنة إن لا دخل كري ما aha waxaan ka hadlay aaminadiida bas maanta aan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa khilaafka waxa keenay iyo sida la isku khilaafay si bulshadu u barato bas aan rabnaa mas'aladaasi dhaxalka ah waxay qabaan sunnigu nabigeena iyo nabiga horeba isku dar bad'an min aadam alayhi salatu wasalam wa ikhtitaman min muhammadin sayyidul anbiya wal mursalin salawatullahi alayhim ajma'in wa salamuhu waxay sunnigu qabaan nabida wax xoola aba lagama dhaxlato taliba wax alliya wax allaala wuxuu nabigu ka tago oo hanti ah muslimiintaasu ka dhaxeeya khaliifkiisa wakiilka ka aba gacanta ku hayn dawladda hantida haynayso deedna waxyaalaha masaalixda guud baa lagu xalinaya mujaahidiinta oo waxaan hub heli karin hubka loogu iibiyo fardaha loogu iibiyo ciidanka lagu saado wixii maskiin oo daciif oo soo dhaco wax laga siiyo ayay qabaan ahlul bayt kiisina laga biilo xaasaskiisina laga biilo sidoo asagoo uga biili jiray oo biilka halka uga socdo gabadhiisa faadumo rasuulullah laga biilo oo sunnaga uga biili jiray laakiin milki gaar oo dhaxala ma gelayaan buu sunnigu qabaa
دولة داسا معمولة إيشو دك النبي كنا فقين جرينا والله كنا فقين سيدا حاسس كيسة هي عرور تيسة سيدا قبل سفادة مزهرة أكله بيلك جوكت أتوسك قادة نيسا لكن ملكي هذا مجله هي قبان ودحال أم يدا لما دحاله هل كأشياء ذو قبان ما والله دحاله النبي ده أردن دمان تود والله دحاله دول مي بقى قبل إيش اللوجو دي ذي نمان كي حلك كت عري بن أبي داري والنبي كتر دار ماي أيها هنتي ذا نعيب قبان يجونه وحي اللي حريرين أيان مركا هل كل ربع السحابة إن عرفت الله صار واللي قلت جيوي والمسألة دي هاري مسألة وتواصل عطاء عقدتي هو ركض لاتي والربع تمنا صار يدونا إن خلت كلا جلين وبرعد مالد هاي المال برعد عينه هاي اللي قلت يقول قلت جيوي يدونا الربع للدنيا ده بنا وحي قبام والله دخل النبي ضوئنا وحي كم تجي رشة كلاس ده الناس سيدنا صديق أيها كان حديث أنا والنبي حضانا هنا لما دخل النبي كم غلي وحن كتجنا مسلمين توك الحياة سيدنا صديق صديق الأمة رضي الله عنه وارضاه أبو بكر صديق لأن أيون وحي قبام وركي سقارا ما ينو مسلم بماها أبو بكر عدالة بماها مسألة دي هراء إمام نبي وكو قالوا يا قبام با سان ورئيس الشجنة وعدالة وكجب حي لأن ورأ أبو بكر صديق نيجي هنتي دع هاي وعود لي شدي نقول ما صعد أنا جاي شيعة قبام مركا يو ساس أوجد مسألة بحال كنا أساس والكويو لوقت يعني سامحيني وحيله لك للدليل شذو أيضنا ويتربضن تاعي وقرآن كي حديث بوالله سلك على أيضنا لكن مهم كواحد تاعي إنا تاعي أرنت إنا عضينه ومسألة بحال كسنة وحي قبان أنبياء أردن لما دحلو شيعان وحي قبان ولا دحلا يدل مبا عروتي سلوجو ديدي أو رجي مركو رب حلكي أودي إن أديرك يا أهل البيت كيسة أيها هنتي دي اقتصاد كنا ينأ أودي دي أو دلمي لبعض الجلام بيقبان أيضنا لا مسألة حل كوي وحاح هذه مسألة اللي يلي هذا العصمة عصمة ضنا وحي قبان حتى صد أفرت مسألة الله عن كسب بحني تي إمام من ماذا عن كسب بحني هجانك تي الحل كنا عن كسب بحني تي سد حاد وأح عصمة لا يعني كجرينا مركا عصمت وحي قبان الله بيئي الطبان كي آن شاكنو عالي اوغو هر ريو مهديقان اوغو دنبايو معصومين إنا يهين بيقبان شعادو ووحي كله يهين إلهي إنك أصوامك عابي إهوغان كاما بخل دمها يبا دنبير ولا مدوين منك مدعا يبا سيدي او نبي محمد دين تا اووذي أي اووذيان وعلا وحي أقوان تي دينينا ويلي يهين وإلهي باكوش باي دين تي نبي محمد او سيد ونبي اسمرانو صح أبي كوح حكوما يان منا خل دم يان كليه وحاقو أضي النبي نمدي ووحي بان هادو كسو دقينين أيوه وحي بان هذا كسو دقي إن الله بيتوان كإمام لكن منهج كدين جها إن محمد لوسو ديوي أو سيديسيا أو خلدانين أو وحي يرك اللي حنين تبت النبي محمد أنا أيه الشيء جيان إن سيد النبي محمد أم معصوم إلى عشان أقوى هادين تأينه سمح بخلدن بأيه وأنا مدام وكيل كيهم بي يعني وحي أخلدين كل وحي كسو دقي هي بقى رسول الله أم بيننا حينون إن way hadii nin khaldamahayo hoggaan ma noqon karo ayuu qabaan nin khaldamahayo oo waday inay xumarar haddu doona khaldi karo oo mas'aladi garan waayi karo hoggaan ma noqon karo macsuum bay qabaan ilaashan dambi yar iyo dambi weyn kabiir iyo sagir midna aan ka dhaceynin mas'aladiina aan khaldamaynin garan waayina kariin ba toobtiiba waxa la wixii miimirinay xul cilmiisa ku jiray dhamaan ayuu ku wareegay ay qabaan halka sunni qabaana macsuum ma jiro laakiin waa ahlul bayt kan macsuum ahayn wala kuwan Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman baan macsuum ahayn وضد مسلمين هو ناكسن خلد من كرو وحنا صحي كرو نبي ده بس يا ملائكة يا معصومة يا سنجو نقبان مرك أيوة مقبان سنجو أهل بيتك معصوم وحين لم يديهم بقبان مسلمين تكاليتو شرفت النبي أورا لحوالات إيرادين سيد أبو بكر كأجوه الرجال مسلمين تكر كأوه وخلد أقعد عكرو بشر أيه أيوة أيه أنا خلد أقعد عكراب قبان ويا سنجو halka ataag ay ahlubayti ku sameeyaan ay kama haway Abu Bakarkii kala miisan weynaa inuu khaldami karay qabaan marka taasna waa halka ayaduna mas'alatu al-isma saas ayuu ka qabaan oo ahlubaytku shiicadu waxay la joogaan meel aad u sarreysu la joogaa mas'alada afraadna waxa weeye ayaduna cadaalatu as-sahaba sunnigu wuxuu qabaa asxaabta dhamaan markii la isku daray ki ugu horeeyay islaamay iyo ki ugu dambeeyay islaamay kulligood markii la isku soo wada daro waa cadaalad walla wixii khalad ka dhacay kama saaray cadaalad way qabaan khalad ka sadu ka dhacay cadaalad kama baxayaan ayuu qabaa way ijtihaadeen ajir bay waliba ka helayaan iyo sunni uu qabaa dhamaantood waxa Alla waxay keenaan oo war ana waa la qaadan oo xadiithu ay nabi ka soo wariyaan nin saxaabiya fowq waxay geeyeen cilmi jarh iyo tacdiilka maba loo bandhigayaba
وعلى وحي السحابي إلى هذا النبي أن كم غلي وقاضشوا كم بين شيء يا النبي عدالة وعي مركا وحي قبان علم الجرح وتعديل كوحوية لا تابعين ته ولا ديك رقف كان مع عدالة با ودين سما لقاضن كرا مس عدالة معها أنا بنقنا بالميزان كصحراء وأصحاب تعرف تها كم تعلق قبان وحوت على تابعين ته مرب هذا السحابي إنه هي اللي أجاده النبي الله كل ما إسلامين اللي أجاده وعلى وحي دينه شيء ولا قاضن بي قبان ونبي وكسوري وحديثه يسون وقبان سجود حلك أي شيء عقبته وعدالة ما تشرو باب اللي قالوا يوم حق عدالة قبان مسلم باب عدالة قد أحرى ديها وابا قالوا ومسألة دي أيضا أحيد أي إمامني ماذا أحيد وأي ديلي بيكو قالوا بين قاركونا أي لكان من قريين ويفاسقوا بين قارنا المنافقين تأصل كي كسيد حجري أيهين حلقاس أي قبان لأنه وحي إليهين مسورو بكرتوبة توتري مسورو بكرتوبة إيه سحبت عدالة نقطة ورتم مكان إنه شيعة لأنهاي أنت فرقة السنة سوجرة سوجران وحبضان بيكوك على أرك تدوينهم أشخاص أن قمين ويجران ناس حبت وده قال وده إيه خلاص قشعي وعلى جهة ليش عوي خبوحان وقال لي ماذا عن كودك دقينين لكن سجود مرك الله في ريو جمهور صحابين قالوا ده بقبان حق صحابتي إن دي تكبحين بقبان بدون ما يروا لك أبو حبا كوي هرب حكى بحين بقبان نبي نكو كتر دارمي علي أتشوجو نمك إن كقعة حلكي وأبو بكرة وعمرة وعثمانة إني قالوا بين بقبان كل لك كان بين جريينا إن اللي قالوا بين بقبان يجونه هل كاس إني كتب حين خدك قبان قلب ككلا تيم ككلا تأي علي إسكت على عيننا سيدو كلا إنه خدك إني كتب حين بقبان وزبير يضل حو علي يصير تيران إنك سود قال كي زبير علي أي كتب حين أنا قاعد لسكو قادين سيد عائشة أو كلا تو وعلى الله علي لا دري وحي كده بي معاوية تيم كيسي وعلى الله وحي صحابه علي مالين اسقبتين بي وخطوه قبح تو تليبه واي وحي قبان انو علي معصوم يهي نبي انا كدر دارمي خلافي دي سنة دين كبحته صح مركا وحي قبان شيعو ان قاركود تيار يركا اي كل حجرين ماي نورا تيجي محققين تا كمه الله انو سي قود مناهيل تودو صحابت حوق قودو اني قاليهم بي قبان وي مسلم اهين انت كسو علينا يفاسقين يهين مركا افرتي مسألة وحا صور على ايضنا و هري وحنو شيغنا افرتا مسائل اوين لكن مسائل كرودان لسو خلافسين جيرو مرجعيده وحا ليراد مرجعيدان ايدنا لسو خلافسين واي شيعاد وحي قبتا صحابته مرجع دينيد ماها 12 كان امام با مرجع وعلي وعلاله وحي يراهدان ور النبي يري ولو ينا دحين بنبيغا سا يري بينا دحين نين ايمدا كميد حد يرا ساس بي دينتو قبتا ساس سيبه كو شرعيسانت واي وكيل نبي وي برتيد كي با اسو وريغي قبا ما يو نبي ساس وحا وا شرعي بنين ايمد البيت كدو يرادو ساس وا شرعي كو يهي ولو ايات بينو شيغين ولو حديث بينو شيغين نبي جونا او تيرنين واي و خ ايات حديث كو يالي مو كو شيغي بي قبان مرجعيده marka waxaan 12 ka ahayn oo marjic noqon karo aalubay muslima ma jiray ay qabaan 12 ka oo joogo ninki diin marjic uga dhigta saxaabta kala naq khadku ka baxay bay qabaan halka ay sunniga qabaan aaymada ahlubaydka marjic diineed weeyihiin aaymada kala muslimiinta marjic diineed weeyihiin abu bakr siiq marjic diineed weeye umar waa marjic uthman waa marjic ali waa marjic hasan waa marjic xuseen waa marjic zain abdi waa marjic saxaabta kala waa marjic ayuuna kulli marjic ay noqday yihiin muslimiinta ay imada gaar ahaan saxaabtu maraajicdeenii muslimiinta diinta loo noqonay oo ay qabaan wixii shakhsi u khaldamana waa khaladkiisa siisa loo sheegi laakiin ogaankii muslimiinta ay wada yihiin xagga diinta halka ay shiiaca qabto inta ahlul bayt ka basa diinta loo noqon kara waa mas'alada shan ku noqonayso khilaafkeeda oo ay ahadiithan la isku diidan yahay oo idilba sababta ay bukhari iyo muslim abu daawud tirmidi nisaa ibn majah lixda uma astaha ay u diidayaan waxa weeye laga ma soo guurnin aaymada ahlul baytka تعدادو دي بلغة سوغوري أبو بكر يا عمر يا عثمان يا غير كودي عائشة يا حفصة لغة سوغوري قبان دينا حديث كي بخاري كويا اللي حدونا وافقين كودي أويا اللي بحار الأنوار يا أويا اللي ما لا يحضره الفقيه يا السبسار يا كوي أويا اللي حدو وافقه وكودي وافقه وصحبه كليين وايا كان ايوا وافقين لكن هذونا وافقين أمة الله لما تشرب حديث أين أئمة آل بيتك أيوا أين مركز إسلاميين أن لغة سوغورين ما قادنا يا وح كستادو كشكي ما قادنا يا يقتو تري ويا مرجع بيبال سكو حيا ومسألة يلا فت مسألة نصابة كان دين حديد الرسول خلافنا أساس كمرجع عسو صلك كو حيا والله بيتون كان معصومين تمر هدين الشيجين بحي كليهن دت قالوا بي وأي مدي ديدي بعد مرجع كتير تام بقبان حتى هدين قالوا بين سالو سو قادو
نمن فاسقين هو أي مدو دي أو درجة الفسق تشوه أي دين اعتمادين فاسقين فاسقنا دين لو اعتمادي كره حتى قال لك هو كبد بادية درجة الفسق بيجينا يعني تتلو نس حاجة مرجع من قن كري قبان تاسيو مركا ومسألة شن كنا قن يس أفرتي هاري إن يعني كل إذا حاجة خطرت الله في هذا أركان الإسلام يلحد إيمان كبا شن تدين الإسلام يلحد أركان الإيمان ك لاسكو ما خلاف سنه سنة وشيعة متفق عليه بكيهين وحي كدران إيمان كشيعة والله ما كدران يسديد كدقان وحاوية مسألة العدل مسألة الإمامة مسألة العدل وإله إنه عدالة يهي هل هو اللي حي دحان إنه إله عدالة يهي سنه ما قبان إله إنه عدالة ريه سبحان الله وبقال لما با لكن لحد إيمانك هالمرة اللي تريكو ما جرتو هل كانوا حين دبكو سيلاهين وحبذنا إلهي أوي هيمن لحنا كشرين وإله إنه خالق يه لحنا كمجرتو إنه قادر يه لحنا كمجرتو مركا وحيا رب ذن واجب من لحنا كم ذاهين مركا أركان الإيمان كالولية واللحنا الولية لحنا كليا ما أها كتير بدين آد بأتير بدين مركا اللحنا أو أساسا هل مرة الشيء بس اللحنا مركا إلهي إنه عدالة دي هي حلقو ضري شيعة القبان وتطبق كذي كان إلهي إنه عدالة دي هي تصنوا صح سنغا مديدنا لكن لحدي بنو كجيرين مساله كلي سيديت كغديا وا مساله الامامه دي حد ان كشيكينين ان كلا العله هي العلل والمساله هي المسائل ايي كغديغان سيديت وخي ليهين ان امامنمدو لحدن ايمانك سي لو كينه با لو كينه ما خدو ريبتين وانو النبي محمد كود دارمي علي يد ريديسا اي خلك ليهين لحد ايمانك يا سيديت لغا دغي يا تدوب لغا دغي عدلغا اينا سيديت با لغا دغيا dena taasi ku soo daraan ta markaas inuu totali garf ku dhuftay uu diidan yahay ayadoo laakiin tii hore cadaalada lama diidana laakiin lixdan kale waynu waafaqsan yihiin ayagu waxba inagu may diidana lixda aasaaska waynu waafaqsan yihiin shanta diin islaamna ee tawxiidka ugu horeeyo shahaadateenka ugu horeeyo oo salaada iyo soomka iyo xajka iyo zakadiyanaana waynu waafaqsan yihiin ayadana khilaaf kama jiro sa laakiin waxa dhici karta inay masala ka farcantay inuu khilaafaan مثلا اساس كده انه رميسين سي صلاه او كلي كيفيات كلو تكون وين خلاف سين هذا التوحيد كان مركا ان الله ده شيء او ما انه خلاف سين اساس كيس ما انه ما خلاف سن ان كلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان وافق سين لكن تعصب كبا وحو لا غاري هير اي اشهد ان علي ولي الله دبك كاسي دران مركا ولي الله انه يحيى دي تاسوني قارب ويكو درانو درائق دين السوفية دا مركي حطرين يان وحي لهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله شعب عبد القادر شيء لله ويس أحمد ولي الله شعب عبد القادر يويس بيكو دران وحتى صحابة هنا وشريعة شو ويس نوبة سومارية شعب عبد القادر جيلاننا دي قرن وهاد قرن إسان أيو علي وزعي يكو درين با مركة التوحيد كو أساس كيسو لا إله إلا الله محمد رسول الله وحكا لو نوح بكا متشرو تتلبا لكن ايو ديبي كغا داران سان سو شيغناي ان مساله كاليتو ان كولاي شنت الدين الاسلام وين وافق سنين لكن مساله كاستا اساس كده ما كلاسكو وافقو سي قيبين تيدو ايغا اي انغانا واسكو خلافسناي انغا دخيننا واسكو خلافسناي ومساله اي سنه قار كميدا كا وافقان سي شافعي دو كاري حنابليه كا خلافي كران مسألة حنابلة كوافقان حنفية كخلاف كران مسألة حنفية كخلافان مالكية كوافق كران منا مسألة يقول ليهين ويرتحي صلاة أو كريتو أساس وحالسكو وافق سيني هاي شمت الصلاة إني واجب تهي سنة وشيعة والسكو وافق سيني هاي لكن وحا لسكو وافق سيني هاي مرلبات أيضونا عدد كالصلاة ترضى أفر على ظهر كونه يهي عصر كون أفر يهي عشوه من أفر يهي مغرب كون سدح يهي صبحنا اللبي يهي والسكوة فقصين يظن شنطة والسكوة فقصين يهي تردنا ركعات كان والسكوة فقصين يهي وحال الاسكو خلاف سين يهي حل قلتو كان هيو سنة وحيقة بان شن وقتبا لتو كان شيعاد وحيقة بان سدح وقتبا لتو كان وصنع وحي قوان ظهر كو حل جيسا عصر كو حل جيسا مغرب كو حل جيسا عشاء حل جيسا صباح حل جيسا إلا حل الجمع لسكو در دارك الويت شيران وهذه مصافرية وحي اللامبدا
لكن الشيعه وحي قبان سفر يسفر الان صدع وقت من بالتكن دوري عصر ولا اسكو داري هل حلي اللي قلتكن عصر عشاء المغرب هل حلي اللي قلتكن يا الصبح هل حلي اللي قلتكن صدح ذا وقت بالتكن بين قبان وقت قال سو خلاف سنيه اللي تكن ايو لكن ترى اي تكن يا وان شنتي يا رقعات كي انت وديا ام بي تكن ايان خلافك هلكا ugu jira marka maxay u dhaliishanaya waxay u dhaliishanayaan aayada quraan oo dhowra iyo ahadiis ayaduna sidoo kale ah ayada waxa kamida ayuu waqtiga ay ka soo qaadayaan saddex xilli bay ka soo qaadanayaan iyo qoto salaayada waxay leeyihiin wa qimis salaata darafay nahaari wa zulafan min al-layl in al-hasanat yudhibu nasiyad waxay qabaan wa qimis salaata darafay nahaari maalinta labaeeda dhinac laba waqti ba ku jira iyagu dhahan wa sayu wulayhim baan idin wada darafka hore subax ku jiro oo dawaag inta bariya subax leena tukadaay habeenka ma xisaabsana subax siisaba maalinki wuxuu xisaabsan yahay wixii fajar ka dambeeyay waa maalin marka subax oo galinka hore ku jiro duhur iyo casr oo in hal waqti isla ah oo darafayna hal oo galin asan galinka dambe isla wixii duhurka geeska suulka ka dambeeyay galinka dambe lagu tiriyaa sharciyan hal waqti ba iska soo qaadan duhur iyo casr iyo subax oo xilliga iyo wazulafa min al-layl saacadaha hore habeenka magrib iyo cishaa isla oo hal waqti ayay wuliyeen marka inagaa isla ayadana shanta waqti inoo sheegaysan leenahay ayuu meesha ay kuleeyeen duhur iyo casr hal waqti baa la iska soo qaadi subxana hal waqti cishaa iyo magrib hal waqti inagaa waxaan leenahay in shanta waqti way sheegaysaa isla ayadan oo aqimi salaata darafayn nahaari maalinta labeeda galin galinka hore subaxa ku jira waa sax ayadoo la isku raacsan yahay galinka dambana wixii duhurki bartanka marka qoraxdu ku istaagta cirka ama halkaas ku aadan madax bartankiisa wixii xagga uga leexdo galin dambaa sharciyan mal iskiida luqada carabiga lagu yiraahdo duhur iyo casr galinka dambe ku wada jiraan marka kama dhignayn meel isugu geeyaan qabnaa inagu galinkii dambe laba waqti baa ku jiray ka dhigan tahay baan qabnaa oo duhurkii iyo casrkii intuu dhaxayso salaada maghrib dhicideeda iyo duhurkii intuu dhaxayso laba waqti baa ku jiro wazulafa min al-layrina saacadaha hore habeenkiina laba waqti baa ku jiro maghribka iyo cishaaba haddii habeenkii qaybtii hore ku jiraan qaybta hore laga tukadaa labadaba waayo saddex saacoon la gaarin baa labadaba la isla tukadaa dhicidii laga soo bilaabo ilaa maghribkana dhicidii horeba la tukadaaba cishaana ilaa laba saacoo fiidnimo la tukadaa masjidda fiidnimo ee eriyadeeda la tukadaa saddex saacoo sagaalkoon la gaarin bay isla dhamaanayaan labadaba waa saacadaha hore isla yihiin halka iyaguna hal waqti ay ka niyeysanayaan ayadaasaa kamid a aayadaha iyagu u daliishadaan iyo aayado kale way jiraan waxa kaloo daliishadeen xadiid sunnada agtooda ka ansaxay shiicada agtoodana ka ansaxay oo ah muslim uu soo guurinayo ibnu cabbaasna laga soo guuriyey mustafaheenna inuu isku daray salaada oo duhur iyo casr israaciyey maghrib iyo cishana israaciyey inay soo aroortay xadiidka uu jiraa inaguna waan qabnaa inuu sax yahay laakiin farqi inoo dhexeeya waxay tahay ayagu waxay qabaan ruwaa dhinacu rabay usha loogu dhuftay maadaama xilliga ay ka dhigayaan saddexdaa waqti ee nabiga mar un ka sugnaatay xadiidkiina ay sunnadu sugeen inuu jiro bas saasay bay uday ku qaateen laakiin innagu waxaan qabnaa joogto ma ahayn hal mara nabiga ka sugnaatay inuu sameeyo xadiidkii suu sheegaayay dadna inay bannaan tahay xilliyada barkood liman laa yattakhiduhu caadatan ayuu ibn xajar alfaxbaari ku leeyahay muxadidiinta way ku tageen sidaa jamhuurtooda marmar inay bannaan tahay ruux uu samayn karo inay jirto sunnigaba uu qabaa laakiin ayagu way joogteeyeen farqiga noo dhexeeya wuxuu yahay ayagu way joogteeyeenoo ilaa nabigu muuna joogteynin baa inagu qabnaa mar buu sidaa araada ilaa yuxrija ummatahu bay ahaydee oo kolkol lagu nasan karo ee kolkol ay bannaan tahay liman laa yattakhidu caadatan ayay sunnigu qabaan jamhuurta muxadidiinta weeye ayaguna joogtay ka dhigeenoo duhurkii iyo casarkii waa la isku dari mar walba maqrib iyo cisho mar walba waa la isku dari subaxna keliya bay geesu tukanayaan inaguna waxaan leenahay marmar bay bannaan tahay nabiga maadaama dhaqankiisa sunnadiisa in la raaco ay tahay maana uu joogtaynine mid walba gees buu tukan jiray shanta waqti xilliga musaafirka uu yahay mooyeen marna sidan uu sameeyey tibyaanan liljawaas buu sameeyey lixaajatin deedna ha joogtaynina farqigan o dhexeeya taasa inuu sugan yahay warka waa la isku raacsan yahay oo nabiga ka sugnaatay laakiin waa joogtayn aan nabiga ka sugnaanin ayaga waxay wadaan marka ma joogtaynin nabiga kama sugnaanin walaa imaam calina kama sugnaanin walaa a'imada ahlubeytkana kama sugnaanin deednaadu mas'alada laisku hayo yaan waxba sii sharxin way dheer tahaye salaadu taas weeye waxay goono leeyihiin ma jirto istaagooda si u istaagaan qiblada ay u sii jeedsadaan sidaa unbuu sunnigana u istaagaa gacmahan ay raaricinayaan ee markii allaahu akbar la yidhaahdo halkan ma saaran iyagu ee way sii daayaan siidiinta haddee sunniga qaar baa qaba inay sax tahay oo maalikiyadoo dhan baa qabta waxaan ka hadlaynaa waa mas'ale una sunniga qabiina keligood qabaan basaan ka hadlaynay
سنيجي بعثها إسكو خلاف سن قام إنسي دين كرو إن إنسي دين كرين. تنا مسألة جوني ليه نجوا معها أو خلاف قضاة وحسي وين معها تاسي. تسبيح ذا الأقرن أيوة يا تحية كخلاف إنو تحية إنك يجا. سياقة أنا أخرنه تسبيح ذا مرك أقريا أنت بنصلي لك النبي أبديان. سبحان ربي الأعلى وبحمده مرك يجده هذا أنبا. اللهم صل على محمد وآل محمد أنت بدن يكوع العليان. قاركون ندي وحيب الرعيان لعنت كلا أصحاب كريدة كلا لعنت يان إعداد علي بن أيان لعنت. oo de jufadooda iyo duqadooda iyo quladooda ka si dardarayaan layay wax waxa ka daraysan hore soo sheegnay marka laakiin tasbiix subhana rabbiyal aala wa ila iman subhana rabbiyal aliim wa ila iman rukuucdi sujuudi waxyaala kale ku dardarayaan inay lafteena waa la rabaa in wax lagu daro ducooyina diinta way ogashahay oo rukuucdi sujuuda inta la doona ilaahay lagu baryan kara ducooyin taqdiiska ilaahayna waa la si wadi kara iyo tamjiidka ilaahay in la sharfo laakiin ayuu ahlul bayt bas ku soo koobeen wax walba way u badiyeen ba تشهد كما سيدة أوكالا أدو جراء خلافات أذكارت الآخرين هي تحيات كما وينو خلاف سيهين لكن أدو كاهرة كسيدر وحان أرتا أي كسو جودان لقح معها أسالة تان سومادو لقح بيك أمي سنتهي وعرى لأدكي أو لمراكوسي من سلسلة من حمي مصنع أوكالا تعمله وحوي عرّ الأدكية أو بيلو قاشي الأدكية دهنا سيد أي حبيب أدكاتي يحجر عادي هرت ما أها تهرت هلا وجدو سومالي سومالي بقى مزين بقى حكوس جدا بقى حوي حماية وعرّ الأدكية لأنه واحد بقى عمل بس كان وقتك كان تيموين بقى أسالة أنا ما أها صربته وحوي سن واحد دهان كوئي ديان إن أي حكوس جدا إن بقى حكوس جدا مش كان هذا بقى حسابته حكوس جدا ليج علي وقطع تقول كم صارين عمله إن قبان ما هتسوى بين كل وبين وحبين كنت هاي عرضاني وحيالا وحاجة شيء عادي سوفي ده كده كمان وبركة سليا تبرك لي ده لبا أرموت بوي وسجودا لمبر وان وحي من سيهين لولك إن لو سجودا عيد وجه الله سارة يا كفي عن جول إن لو سجودا كركت لما أقول يا قبان أدواني ما هلا موجيو لأن عيد الأرك وجهه هلا صار ما دام عصر يروق لتشو والعيد الأرك الآن لتشوين عن سوق هذا العيد عن وضعنا يقبل وامد الله بعد وحيرة بركة يس اللي جاوا سوفيا يشي على وقبتها تشيروا تربة حسيني لها المركة عيد حسين ماشي وكل انت ماشي وكل حوالين هي عيد لقى سوق هذه لأن حسين بقى لو قري ولو سجود أسوي حسين لقى بركة يسنا هيو مركة بركة يس كي بقى لقى لي يالك لقى لي وترب الحسينية بقى اللي جاها وحد معنا وين كفر إذا أنا ما شرته مركا أدو ما مسأ من سنة إن سنة وحوق قبان دول كإن لقوس جودة جديدة يعني ما هي دول كإن لقوس جودة قبان والله سواق تقول كي لو تمر والبا أي قبان الروج إن لقوس جودين إيو سجاية إن لقوس جودين بقبان وعكس جد لكن دي بركيس إيه هو ركلا هذا ركى جاري كريم بيلا جلين مركا أدو خلافات كسنة يشيع عود حيو وتير بدني هاي ما نسيكو بكره وقت كان وكل عهية وحب بعهم تهاي إني معني بمسألة لسوقات حقيقة سواحي تهاي مسائل كي أنكسر شكيني بسلب إلا في دبر رؤى وحي أنت أكسر هري خلاف ك سني قد حيو قار كمدي قار شيء على إسوافقهاي قار سني كمدا يا قار شيء عادي إسوافقهاي إيه ما جبت مسألة شيء عقولي ليهين سني كان سوق خلاف سنة أركي سن فقيه إساس قوة خلاف سنة قار سني قار شيعي سوافقهاي مثلا هذانا مساله كلا كو خيقت قار شيعي قار سني هذانا سوافقي مسائل يقولون لي هي وكو هوراي ان سوتيرناي وي انت كلو دن سني وان باي كلمه دي